جمهور اتحاد جده غضبان وزعلان من الاداره، وليهم حق. الجمهور شايف ان الاداره مقصره في الصفقات، الجمهور زعلان عشان شايفين انهم في الميركاتو ده مش زي الاهلي ومش زي النصر ومش زي الهلال اللي صرفوا جابوا نجوم كبيره، وغضبان كمان بسبب الصفقات اللي بيخشوا فيها وتفشل. اخرها راموس اللي النهارده انتقل لاشبيليا، ولو تسمع وتعرف اسباب انتقاله لاشبيليا وما انتقلش ليه لاتحاد جده مع ان الفلوس اكتر هقولك ده. وزعلانين ان محمد صلاح مش عارفين يخلصوه، وزعلانين ان نايف اكرد اللي الاسم اللي اتطرح برضه معرفوش يخلصوه. فليهم حق ان الاداره شايفينها مقصره مقصره. وفي الساعات اللي فاتت اسمين انطرحوا لاتحاد جده ولاداره اتحاد جده للتعاقد معهم، بس انا من وجهه نظري شايف اختيار واحد صعب، لان الاختيار هو سالم الدوسري. سالم الدوسري لاعب الهلال اللي اتحاد جده عايز يتعاقد معاه، وكيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان. هتكلم في كل ده، وهتكلم في رأيي في كلام جمهور اتحاد جدة اللي المفروض الفرقة اللي هتمثل السعودية في كأس العالم للأندية تبقى أقل فرقة عملت انتدابات في الأربع فرق الكبرى في السعودية، والمفروض دي تبقى أكتر فرقة تعمل انتدابات كبيرة. لايكك الجميل وشيرك الجميل، وفي الكومنتات قل لي ليه فشل التعاقد مستمر في مع نجوم كبيره في اتحاد جده. وقبل كل ده طبعا نصلي على حبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا نبدا الحلقه ورايكم يهمنا. زي ما قلت لك الاتحاد وجمهوره زعلانين. الجمهور شايف انه دخل في صفقه راموس وما تمتش، صفقه صلاح ما تمتش، نايف اكرد ما تمتش، مش عارفين يجيبوا نجوم كبيرة. وعن احنا كجمهور، انا بتكلم بلسانهم، كجمهور اتحاد جدة هنلعب كاس العالم للأندية ازاي واحنا ما جبناش مدافع مميز وما جبناش جناح مميز، والمفروض كنا نعمل تعاقدات اكتر من كده. شوفوا الهلال صرف كام وجاب نجوم عاملة ازاي، شوفوا الاهلي صرف كام وجاب نجوم عاملة ازاي، شوف النصر معاه نجوم عاملة ازاي، اشمعنا احنا واحنا الفريق اللي هيلعب كاس عالم. وليهم حق زي ما قلت لكم، شايفين التقصير من الإدارة، وده بنسبة كبيرة هو اللي حاصل. لأن وليد الفراج كان بيتكلم عن سبب فشل صفقة راموس لاتحاد جدة. مضحك إن بيقول إن الإدارة اتكلمت مع راموس وشافوا إن المبلغ كبير شوية فحبوا يخفضوا المبلغ، ومطلوا بعد ما اتكلموا معاه مرة واتنين مطلوا و قالوا نخفض، طب نشوف مدافعين تانيين، وبالفعل ابتدوا يدوروا على اسامي تانية، والكلام وصل لراموس ان هم بيشوفوا بديل تاني. فلما ما لقوش فقالوا نخلص مع راموس، فراموس قال لهم ما عطلكمش. وكان سبب فشل الصفقة تراخي وبطء ادارة الهلال والاتحاد وبطء التعامل مع راموس، وان هم ما عرفوش يجيبوه فطار. برضو شايفين ان الادارة مش عارفة تخلص في محمد صلاح، وان هم محمد صلاح جناح وعرضوا عليه فلوس، طب ايه المشكلة الادارة مش عارفة تخلص؟ برضو شايفين في فشل. نايف اكرد الكلام كان عليه النهاردة، وقالوا ان نايف لا مستمر مع فرقته، برضو فشلوا فاتجهوا لاتنين لعيبة. شايف ان سالم الدوسري صعب، لان في حملة كبيرة على تويتر من جمهور الهلال ان سالم خط احمر. سالم يعتبر ركيزة من الركائز الاساسية للهلال، ولاعب سعودي ولاعب مميز جدا جدا، فصعب ان انا فرقة بنافس على الدوري ان اتخلى عن سالم لمنافس ليا. وسالم لعيب كبير، والجمهور بيقولك لن نقبل من الإدارة التفريط في سالم الدوسري. وأنا شايف إن الصفقة دي هتفشل، هتفشل، وشايفها صعبة وأصعب من صفقة صلاح. ده كلام
على فكرة جمهور الهلال والجمهور في السعودية، وانا شايفها كده الحقيقة يعني، لان سالم برضو مع الفريق من زمان وركيزة اساسية. نيجي بقى الكيمبيمبي، لاعب ومدافع فرنسا وباريس سان جيرمان. انا ممكن اقول لك ان الصفقه دي ممكن تيجي، بس كنت شايف برضو ان صفقه راموس كويسه، وشايف صفقه نايف اكراد كويسه. فهنشوف هل هيفشلوا في كيمبيمبي كمان، لان الموضوع بوخ والجمهور اتحاد جده مش قابل اي اخفاق للاداره تاني، وبيطالبوا يعني الوزير الرياضة السعودي الشباب والرياضة انه يتدخل. احنا الفريق اللي هيلعب كاس عالم، فلازم مساعدة ليه، ولازم تكلم الادارة او تتدخل ونجيب صفقات. هم عندهم حق في دي. كمان من وجهة نظري ان فعلا اتحاد جدة، انا كمصري كمشجع مصري واهلاوي، شايف اهلاوي مصري في السعودية، انا على مسافة واحدة من الجميع، شايف من وجهة نظري ان فعلا اقل انتدابات هو اتحاد جدة. يعني لو هنشوف في الاهلي جايبوا فيرمينيو، محرز، سام ماكسيمان، جايبين في نص الملعب لاعب برشلونة فرانكيسي، وجايبين لعيبة كمان تاني مندي، والدنيا يعني حمادة بالجنزبيل وجابريا فيجا. لا حلو ميركاتو، حلو بالنسبة للأهلي. لو خش على ميركاتو الهلال، نيمار، سافيتش، متروفيتش، مالكوم، مكلم ويعني صفقات مالية يعني. وتعالى للنصر، موجود كان موجود رونالدو، جابوا ماني وجابوا أوتافيو، بروزوفيتش، لابورت، وعندهم سلطان الغنام. شايف برضو ان الامور جيدة. لكن تعالى اتكلم عن اتحاد جدة. اتحاد جدة في بنزيمة، في برضو فرقة مش سيئة، بس مش دي الانتدابات، مش دي الانتدابات اللي عايزها اتحاد جدة. موجود حمد الله في الهجوم، مفيش اي مشكلة، لكن هم شايفين ان هم محتاجين جناح. فعلا هم محتاجين جناح على اعلى مستوى، وعايزين مدافع، عايزين مدافع على اعلى مستوى. فرومارينيو موجود، موجود في لعيبة تانية موجودة، بس برضو انت عملتش انتدابات اللي الجمهور بيطمح ليها انها تخليك تنافس في كاس العالم للأندية. هنشوف اللي ميركاتو اللي هيقفل خلال أيام، هل هيتدارك أو تتدارك إدارة اتحاد جدة الأمر وتتعاقد مع 2 لعيبة على الأقل لمراضات الجمهور. ده اللي طالب، ده الجمهور بيطالب منهم برناردو سيلفا، طالب منهم أسامي تقيلين. النهاردة بنشوف كراسكو، كراسكو مضى في الشباب، كراسكو لعيب كبير ولعيب حلو قوي وراح الشباب. فلازم الجمهور لن يقبل بعدم التدعيم. المفروض الإدارة تحط الكلام ده في دماغها. كده أنا بكون وصلت لنهاية الحلقة. لايكك الجميل وشيرك الجميل ورأيك في الكومنتات يهمني، ودمتم في أمان الله. سلام.